هلو ميس اميغوس، ويلكم باك تو ماي شانل. اليوم تعلمت كلمة جديدة. ميس اميغوس يعني اصدقائي بالاسباني. فاهلا بكم فيديو جديد. هذا التحضير ما قبل الروحة الى سوق الاحد. اكيد الوالد راح يكون وياي، بس هذا قبلها بيوم. فعندي هواية اشياء لازم اسويهن حتى اقدر اروح افتح ابيع بسوق الاحد. واول شغلة اريد اسويها السيارة مالتي اللي سينا هاي، صار لي فترة طويلة ما غاسلها. فشوف الوساخة عليها، فهسه لازم اوديها غسل وانظفها لانه الجام مالتها تشوفون شلون وسخه. فخلينا نروح للكارواش نسوي لها شاور. هذا المكان مال غسل السيارات، هذا اقرب مكان عليه يعني ورا بيتي. هي هاي ماكينة ماشين يعني دائما اجي عليها. هاشين هاي ما دفعت فلوساني، سبحان الله. شلون اشتغلت؟ I didn't pay but the gate is open. You have a membership. Really? Yeah. I didn't know, you know? I didn't check my debit or credit card. Maybe they charged me, right? Yeah. Okay, alright, that's fine. Because I've never been here for a while. You need a vacuum? I need vacuum. How much you, the last time, how much you paid for the monthly? The cheapest one? Cheapest one? Yeah. In the vacuum? Yes? Yeah, vacuum. Hi, Shino. طلعت أنا مشترك بالماكينة مال غسل السيارات وما أعرف. Gracias amigo. أنا خليها على الأن ليشوفون على الأن، وبعدين نصعد الجام ومنزل مستيرين. ينطونا وصلة نظيفة فنمسح بيها يعني مثلا الدشبول او السيارة من الداخل، يعني ننظفها تنظيف. صار لي هواية ما غاسلة هاي السيارة اني، يعني اخر مرة اتذكر غسلتها يمكن قبل شهر او اكثر من شهر، حتى ما اتذكر شو كنت غسلتها. هذا الفاكيوم مو كلش قوي، يعني مو مثل مال هذيك اللي مشترك وياهم الكارواش الثانية، ذاك كلش قوي بس هذاك ضعف السعر. هذا ب 15 دولار، ذاك ب 22 دولار بالشهر. بنزين السيارة ما بيها ربع، همين لازم اخلي بنزين لانه المسافة بعيدة على بيت اهلي، ساكنين يبعدون عني ساعة كاملة. هاي شنو؟ فول بنزين يابا. مخلصنا بنزين؟ يبي ايش بنزين اليوم؟ 5 دولارات و59 سنت الجالون الواحد. هاي البنزينخانة كانت ما تقبل الكريدت كارد، هاي بالفترة الأخيرة قاموا يقبلون الكريدت. زيب كود. هنا البنزين هذا اقل شيء 87 هنا عندنا. مشتعل عندي هذا الجلوب، معناتها عطشانه مي، ما بيها مي. هذا المي مال ماسحات مي خاص، لازم اروح الوالمارت واشتري لها. زين صار بيها اكثر من نص تانكي. يعني خوش غسلة، نظفت من برا ومن جوا. ستارات بعد يراد لهن تلميع. وهذا الوالمارت اللي قريب عليه، دائما اني اجي اتسوق منه. انا
أنا ما أعرف ليش جبت عربانة وياي أصلاً، بس أنا محتاج سيريال يعني منها، لازم أشتري سيريال. واي يا نوعي ناخذ والله ما هنا واي يعني. أنا الفيفورت مالتي اللي دائماً أشتري اللي هو هذا، دائماً أشتري من هذا، هذا كلش طيب. تعرفون إنه البلاي ستيشن 5 لحد هسه ما متوفر عندنا بالأسواق، موجود يبيعونه بالسوق السوداء، يعني يشترونه من الشركة ويبيعونه بأسعار كلش غالية، يعني 700 و800 دولار. يعني هنا ما موجود لا بول مارت لا بي اس باي ولا بالمتاجر، تقدر تشتري بس من الاي باي. أنا جيت على مود هذا، ناخذ لنا واحد بيش دولارين وستة وستين سنت. من ينفتح هذا؟ نو. لا تقريبا انتكسر دباوة عالية هنا، يعني وصل، نشوف لكم ويالي وين وصل، يعني 3/4 صار بيها. وهسه لازم نطبب السيارة بهاي الطريقة، ارجعها اخليها، لانه هواية اشياء عندي لازم اخليهن بالسيارة. وهواية منكم سأل قالوا جعفر شنو اللي الاشياء اللي بعتوها والاشياء اللي عندكم، فممكن توضيح اكثر عن الاغراض اللي بعتوهن. فاليوم راح اشوفكم شنو الاشياء اللي اليوم راح اخذهن وياي على مود باكر ابيعهن. وهيك خلصنا كل الشغل، طف السياره. ابوي ابو مصلحه يعني قضى حياته كلي تباب الشرجي، شو اشترى اخر مره؟ يمكن شفتوها المبارده، هاي المبارده وتشتغل زين. انا هسه ما خلصها من الكهرباء تشتغل ما بيها اي مشكله، حتى نزل فيديو عليها بخمس دولارات زين. انا مو ابو مصلحه يعني مو هالقد بالبيع والشراء. شو رحت اشتريت؟ اشتريت هذا السكودر. هسه انا هذا اشتريته، هاي الكلمه لابوي اوجهه، هذا ب 120 دولار شنو؟ هلا ابوي هسه قدامي قال لي ذبه بالزباله قول والله. فالاشياء اللي راح ابيعهن، اول شيء عندي ثلاث بايسكلات، هذني هذا التريك ودايمون بايك وهذا اللون ازرق. اضافه عندي فاكيوم واحد يعني هذا المكنسه الكهربائيه، اعتقد اثنين عندي هذني هناك. وعندي بعد هو هذا همين راح اخذه، بلكت يجي واحد يتورط بيه همين ياخذه، يقول واحد يقول مولده بها تيارات هذه. بعد عندي همين اشياء، يعني عندي مكنسه كهربائيه من ضمن الاشياء اللي اشتريتها ب 10 دولارات همين ما احتاجها. وعندي هاي الشغله اللي هسه خلنا اشوف لكم اياها. ها اليوم طالع بالموستنج صاحبنا، اول مره اشوفه يطلع بيها، دائما ما يطلع بيها، بس شنو هاي جي تي وفد نظيفه ومعتني بيها. هذني اللي بعنا منهم هوايه كلش، هاي العلامه مال اوبر. بالمناسبه اي واحد يريد شحن مجاني سعره ب 10 دولارات لكافه الولايات المتحده الامريكيه، علامه اوبر. كان عندي كمية كلش كبيرة، اجى واحد اخذ 10، واحد اخذ 2، فبعت منهن هواية. فهذني الاشياء وهاي السيارة، فخلي ادخل الغراض. بالبداية خلي اسوي طريق للبايسكلات، هذني الثلاثة اطلعهن. واحد هنا، هذا ماتي هنا، وهاي الدراجة همين نجيبها اللي جاي. ناخذ هذا الازرق، وهذا اخر واحد. يابا تعالوا خلنا ناخذ لنا فارة بي اخيرة قبل ما نبيع، احتمال باكر ابيعها، وخلينا ان شاء الله نشوفه شنو منو.
هذا البيت كلش عجبني، ايش قد حلو هذا البيت مع سي جي. صوته طبعا كلش قوي الصوت مالته، بس يعني يمشي زين يعني جوك نفسه، مو كلش صوت يعني مالته قوي. او جوني لين الشباب، يا هلا شلونكم. لا بس السكوتر الكهربائي احلى بهوايه، يعني على الاقل ما بي صوت واسرع. هذا السكوتر اللي اشتريته البنتي يعني كلش زين ممتاز، ما بي اي مشكله، واسرع من هذا بهوايه ورخيص ذاك ب 400 دولار. فهذا مال بنزين وهاي الشغلات يعني انا ما احبه، بس ما اعرف شلون تورطت بهذا. هذا رزق اميغو، اميغو سوى بي اميغو. النوب كله دهن، مينيماليزم بيه دهن، حتى ما نظفته ما لي واهس بيه. يلا روح بعد هاي. وهذني الاغراض اللي انطاني اياهن صاحب المتجر. البايسيكل هذا راح يروح لابن اختي لان هم يريدون يشتروا له واحد، فهذا راح يروح له هديه. نفس الشيء واحد من المنظفات راح لوالدتي، وعدي هذا السيت مال جداري هذا راح يروح لامي همينه. بهاي المدينة كلش يحبون هاي البايسكلات الكهربائية الاي بايك. هاي شنو هاي السيارة؟ شكل حلوة برتقالي. يابا هذا خوش بايسكل كهربائي، هذا كلش زين. هذا هاي هذا المحل مال ايس كريم دائما ناكل من عنده. بالبدايه ناخذ من هذا. وبعدين نجي نختار شوف شنو نريد، اي شيء من هذني الفليفر يعني الطعم. بعدين انا عندي احلى قسم هو هذا، هنا انا تختار شنو تريد. هاي كليتي عندك اوريو، عندك انا احب هذا دائما اخذ هذا الشوكليت. واهم شيء عندي هذا المبروش كلش احبه هذا. وهنا هاي الشغلات الفريش، عندنا كرز ناخذنا اثنين. وهذا شنو هذا الدعاب ما اعرف شنو هاي، اول مره اشوفه هذا. خلي نشتري منه نشوف شنو هذا. وعندنا شوكليت كاكاو
واكيد ستروبيري. يلا هاي فور هير. كلش طيبة خاصة هذا اللون وردي، كلش طيب. حاليا راح انام لانها صارت الساعة 12 بالليل وعندنا قعدة الصبح. اشوفكم باكر الصبح.